طبعا درجة البزنس في الخطوط السعودية تقدر تاخذها بالعميان وابجريد العميان لها طريقة معينة. أنا مو موضوعي طبعا العميان، لكن الخدمات المقدمة في البزنس متى الخطوط السعودية فاقت جميع الخدمات بما فيها الشنطة، بما فيها نوع العصير، بما فيها القهوة العربية السعودية، بما فيها السماعات، بما فيها التحكم في الكرسي مثل ما نشوفها. فقط صراحة جميع خطوط طيران الخليج، وأتصور القادم يعني جدا الأطباق محضر الطيارة أو الجهاز الخفيفة. ما شاء الله تبارك الله، نفتح الباب نشوف، جميلة صراحة. طبعا طالب وجبة خاصة، طبعا هذه الوجبة الثانية، هذا